أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه ملتزم بدعم خطة سلام الشرق الأوسط على أساس قرارات المنظمة الدولية والقانون الدولي. وقال متحدث باسم غوتيريش في بيان تلاه بعد إعلان الولايات المتحدة عن خطتها للسلام في الشرق الأوسط إن الأمين العام يتعهد بمساعدة الفلسطينيين وإسرائيل على التوصل إلى سلام قائم على قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الثنائية ورؤية الدولتين بناء على حدود ما قبل 1967.